ضمن خطة وزارة الصناعة واستجابة للإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، تعمل الشركة السورية للألبسة الجاهزة وسيم على إنتاج كمامات واقية مطابقة للمواصفات القياسية السورية في مشغل مجمع مراكز التدريب المهني بحمص. ضمن إطار إجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة الصناعة لتصدي وباء كورونا، تعمل الشركة والمشاغل التابعة لها بإنتاج الكمامة وفق المواصفات المطلوبة، حيث يبلغ إنتاج مشغل حمص في مقر مركز التدريب المهني بحمص 6000 كمامة يوميا، بالإضافة إلى أكثر من 30000 كمامة للمشاغل التابعة للشركة لسد جزء من حاجة القطاع العام والخاص من الكمامات المطلوبة. باشرنا بصنع الكمامات، عندنا تقريبا حوالي 70 عاملة من ذوي الشهداء والجرحى، عم نشتغل بشكل يومي على مدار 8 ساعات باليوم، ما توقفنا عن العمل، وعم نشتغل الكمامات طبق المواصفات وزارة الصحة السورية، وطبعا إنتاج الكمامة يكون هون، تعقيم عم يكون مقر الشركة بالشام. تعمل شركات القطاع العام على أخذ دورها في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي ظل ظروف العمل الصعبة تستمر برفد السوق المحلية بمنتجاتها، في تأكيد على أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد السوري. الإخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.